حسب زميلنا ماجد حميد أيضا بأنه هناك 3 صواريخ أطلقت على هذه السيارة وتم استهدافها. حتى الآن مشاهدينا لا معلومات إضافية حول هذه الانفجارات التي هزت بغداد. إعلام عراق أيضا يتحدث عن استهداف ثان الآن في منطقة حي أور في بغداد. إذن هناك استهداف لمنطقة المشتل حيث نتابعها الآن، ولكن أيضا هناك استهداف ثان في منطقة أو في حي أور في بغداد. هذا حسب وسائل إعلام عراقية مشاهدين، ليس هناك أي تأكيد على ما يحصل وما هي حيثيات وخلفيات هذه الانفجارات. والآن أيضا تأتينا معلومات مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية تتحدث عن قصف بطائرات مسيرة لهذه السيارة التي نتابع استهدافها في منطقة المشتل. وهناك أيضا أنباء من وسائل إعلام عراقية أخرى بأن هناك استهداف في حي الأور في بغداد. طبعا نحن على العربية سنبقى معكم ومستمرون في هذه التغطية المباشرة للاستهدافات التي طالت بعض الأحياء في بغداد، ويبدو بأنها استهدفت قادة من فصائل وميليشيات عراقية. إذن مشاهدينا العربية ما زالت مستمرة في هذه التغطية المباشرة، وإنما بعد لحظات مع زميلة راوية قاسم. ولكن أيضا هناك أنباء تتحدث بأن القصف استهدف قياديا في حزب الله العراقي يعمل في سوريا. إذن القصف طال قيادي في ميليشيات حزب الله العراقية يعمل في سوريا، هذا حسب بعض وسائل الإعلام وبعض الوكالات. على كل حال مشاهدينا نعود ونذكر بأن هذا القصف استهدف قيادي بكتائب حزب الله العراقي المسؤولة عن العمليات في سوريا. على كل حال زميلنا منتظر رشيد والزميلة راوية قاسم بعد قليل يتابعون معكم هذه التفاصيل و حيثيات هذه الاستهدافات التي طالت بعض أحياء بغداد. شكرا لكم. يمن شنش الخلفاء فاروق طيارة مسيرة طيارة أمريكية مسيرة ضربة جيب لاريدو هاي هنا للمشكل العافية قرب العافية من شنش الخلفاء